اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله دي لعبه جديده من بلاي موبيل صالحه الاطفال من سن 4 ل 10 سنين. خد اللعبه 6042 ايه الجوست الشبح اللي بينور في الظلمه. الله دي شكلها لعبه حلوه جدا، مكتوب عليها بلاي موبيل نايتس. اوكي تعالوا بقى نشوف ايه قصه الجوست اللي بينور في الظلمه ده. بصوا ماشي بقى شايل مفاتيح ومعاه بقى سلسلة كده، يا مامي ده شكله مرعب قوي. بصوا شكله بقى شرير جدا، بص الوش بتاعه ومعاه كده هنا زي بتاع الشمع بتاعه. اوكي ومعاه بتاعة الكلبشات فيها كورة بقى من ورا لونها اسود. تعالوا بقى نطلعه نشوف طريق الوحش الشبح اللي بينور في الضلمة ده ونجربه بقى ونشوف نقدر ان احنا نلعب بيه ازاي. الله بصوا هو بيتركب بقى كده، بنركب له كده بقى في رجله الجزء ده وبقى كده يقدر ان هو بقى ينور في الضلمه. واو بصوا نفتح بقى اللعبه دي كده، اهو بصوا بقى الشبح كده. الله لو بتحط له جنب بقى بطاريات، فطبعا البطاريات بتاعته جاهزه. طب بعد كده ان احنا نجيب له بقى البطاريات بتاعته لما تخلص ونغيرها له. ودي بقى هنا بنربطها كده في رجله. اوكي ايه هنحطها بقى كده. الله بص كده ركبناه كده، بقى فاضل لنا ان هو يحط له حاجه في ايده، دي الشمعه. الله بصوا دي الشمعه اهي، ودي ايه ممكن يمشي بقى بالشمعه ومعاه المفاتيح ومعاه كمان الايه التقيله كده ورا دي فريك ليه. الله ده فكرته فعلا حلوة قوي، يبقى بيمشي لوحده وبينور. واو بص بقى هيمشي ازاي، ده بينور اهو كده من جوه بألوان كمان مختلفة. الله فممكن بقى احنا نوريه لاصحابنا هيكون بقى هيعجبهم قوي، لان ايه ده شكله فعلا مرعب قوي، بيقدر ان هو ينور بألوان مختلفة. واو انا عن نفسي عجبني قوي الشبح الفظيع ده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. بليز قولوا لي اصحابي في الكومنتات رايكم فيه من بلاي موبيل الشبح اللي بينور ده، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.